الله يوفقك عجل شوي بدنا نلحق الزلمه. ايش في؟ ايش صار؟ ايش شو خبر؟ ايش في داعي للعجله كلها على بعضها؟ مالك سمعان المثل القائل في العجلات الندامه وفي التأني السلامه؟ ولا تسرع يا بابا نحن في انتظارك. ما في داعي العجلة. بعدين انا قلبي حاسسني انه انتم مخبين علي شي شغله ما بدكم تقولوا لي عليها مشان ما اروح احكي فيها، وانتم بتعرفوني انا يعني صركم بصير ببير، بس ما بدكم تحكوا، انا زعلان منكم ميكي ميكي. يا الله يا ادري، ما في شي مخبينه عليك يا اخي، خلص بقى امشي. الله والله قلبي حاسسني انه في شي شغله بتخصها للانسة مدام ميديا وانتم ما بدكم تقولوا لي عليها. ايش علي؟ ايش علي؟ اي شغله؟ اي شغله؟ بالله ايش هي؟ قولي لي قوام ايش هي؟ أدري ليه انت بتتدخل بامور ما بتعنيك؟ خلاص عيب ما تتدخل. ياي ايش عم تحكي؟ هي شغله ما بتعنيني؟ ايه من ورا الحكي؟ العمص؟ لك والله والله ما تدرى خالته فريده انه رفيقتها لبن جيراننا الانسه سميحه، الانسه مدام ميديا وعالب بيس بيس اللي هي بنت خالتك، انا ما تدخلت فيها والله والله تزعل مني ميكن ميكن. أدري ايش روحي ايش مو المعرفه، مو وقت تدخل بشغلتك. أمورك أنا أمورك طبشتيني بزمورك قبلت. أستعجل بقى هلا؟ خلصني بقى. بس والله إيش هي القصة؟ خلص أدري. خلص يلي كنت بيوم من الأيام نصيبي وبيوم كنت حبيبي وصارت علاقتنا ذكرى ومرقت الأيام، وبالذكرى دائما في لحظات ما بتنسى ومعك عشت كتير من هاللحظات. صدفة جمعتنا والأيام فرقتنا لترجع هاي الصدفة تجمعنا، بس للمكان وللزمان كانوا مناسبين. كل واحد فينا اختار طريق بحياته ومشي فيه، يمكن الطريق يلي اخترته كان حلو أو يمكن كان صعب، مين بيعرف؟ عن إذنكم ما تعرفنا. أنا شادي صحفي بمجلة فن أونلاين. يا هلا. أنت بتعرف تماماً من أنت، صديق قديم، بس لأنه خياري كان لازم كمل فيه للأخير، واليوم بطل الخيار إلي أنا وحدي، صار في شريكة حقيقية عايشة جواتي، من حقها كمان هي أنه تختار، لهيك ما كان في يكمل معك. أنا متأكدة أنه مثل ما افترقنا اليوم رح ترجع الصدفة تجمعنا بشي مكان وشي زمان تاني. ما بعرف إذا وقت رح كون إلك أو كون معك، بس من هون لوقت بدي إلك أنه القلب الطيب يلي عم ينبض جواتك مصيره يلاقي حب حقيقي وسعادة حقيقية معك.